حسام محمد عاشور سند بدأ مسيرته بين صفوف الناشئين بالقلعة الحمراء، وتم تصعيده للفريق الأول من 17 عام ليسطر اسمه بأحرف من ذهب ضمن رموز الأهلي، ضارب مثال يحتذى به في الولاء والانتماء. عاشور كان بيفصله التتويج بأربع ألقاب فقط من أجل معادلة الرقم القياسي والتاريخي لأكثر لاعب العالم حصداً للألقاب، والمسجل باسم البرازيلي داني ألفيش بعشرين بطولة. وكان بيمني النفس بالرقم ده قبل ما تغلق إدارة النادي الأهلي الباب في وجهه وتعلن عدم وجود رغبة في تجديد تعاقده مع النادي. حسام عاشور نجم خط وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي اللي أتم عامه 34 في شهر مارس، كتب التوصية السويسري فايلر المدير الفني للمارد الأحمر نهاية رحلته الطويلة ومسيرته الحافلة مع النادي الأهلي. تم تصعيد عاشور لصفوف الفريق الأول للنادي الأهلي في موسم 2003-2004 قبل ما يبدأ مسمار الفريق الأحمر في وضع قدمه رويداً بالتشكيلة الأساسية للفريق، لحد ما أصبح أحد عناصره الرئيسية على مدار أكثر من 15 موسم متتالي. يمكن ما بتظهرش كتير الفعالية الهجومية لحسام عاشور في قيادة خط وسط الأهلي، إلا أنه صنف كواحد من أفضل القامات الدفاعية في خط وسط الكرة المصرية خلال الألفية الحالية. عاشور سجل في مشواره مع الأهلي 3 أهداف فقط في شباك كل من أسمنت أسيوط بالدوري موسم 2005-2006 والإسماعيلي في موسم 2006-2007 وفي طلائع الجيش بعد 20 ثانية من انطلاقة المباراة في موسم 2009-2010. وصنع عاشور 17 هدف للفريق الأحمر، أولها في لقاء الزمالك موسم 2003-2004 واللي سجل من خلاله أبو تريكة أولى أهدافه في القمة المصرية. كمان صنع هدف عزيز على جماهير التتش اللي سجله أحمد فتحي في مرمى طلائع الجيش، وأحيا بي وأنعش أمال النادي الأحمر في حصد لقب الدوري موسم 2008-2009. عاشور حقق 36 لقب خلال مسيرته مع الأهلي، بواقع 11 بالدوري الممتاز وثلاثة بكاس مصر وعشرة بالسوبر المصري وخمسة بدوري أبطال أفريقيا وخمسة بالسوبر الإفريقي ولقب وحيد للكونفدرالية.